الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن بين أيدينا كتاب مختصر يسمى العقيدة الواسطية، ألفه حبر الأمة في زمانه أبو العباس الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله، المتوفى سنة 728 هجرية. ولهذا الرجل من المقامات التي يشكر عليها والتي نرجو من الله له فيها المثوبة، له من المقامات في الدفاع عن الحق ومهاجمة أهل الباطل ما يعلمه كل من تتبع كتبه وسبرها. والحقيقة أنه من نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى كف به أمورا عظيمة خطيرة على العقيدة الإسلامية. هذا الكتاب كتاب مختصر، سماه العقيدة الواسطية لأنه حضر إليه رجل من قضاة واسط وشكى إليه ما كان الناس يعانونه من المذاهب المنحرفة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فكتب هذه العقيدة التي تعتبر زبدة لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأمور التي خاض الناس فيها بالبدع وكثر فيها الكلام والقيل والقال. وقبل أن نبدأ في الكلام على هذه الرسالة العظيمة أو الكتاب الصغير حجما الكبير معنا، نحب أن نبين أن جميع رسالات الرسل من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كلها تدعو إلى التوحيد، كلها تدعو إلى توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وذلك أن الخلق خلقوا لواحد فقط وهو الله عز وجل، خلقوا لعبادته لتتعلق قلوبهم به تألها وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا ورغبة ورهبة، حتى ينسلخوا عن كل شيء من الدنيا لا يكون معينا لهم على توحيد الله عز وجل في هذه الأمور. لأنك أنت مخلوق لا بد أن تكون لخالقك قلبا وقالبا في كل شيء. لهذا كانت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى هذا الأمر الهام العظيم، عبادة الله وحده لا شريك له. ولم يكن الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى البشر يدعون إلى توحيد الربوبية كما يدعون إلى توحيد الألوهية، ذلك لأن منكري توحيد الربوبية قليلون جدا قليلون، وحتى الذين ينكرونه هم في قرارة نفوسهم لا يستطيعون أن ينكروه. اللهم إلا أن يكونوا قد سلبوا العقول المدركة أي أدنى إدراك، فإنهم قد ينكرون هذا من باب المكابرة. توحيد الربوبية هو عبارة عن إفراد الله سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة: في الخلق والملك والتدبير. هذا هو توحيد الربوبية، إفراد الله عز وجل في ثلاثة أمور: في الخلق والملك والتدبير. في أي شيء بخاري؟ توحيد الربوبية إفراد الله بماذا؟ لا بالخلق. اي أعنه يا عبد العزيز. نعم، والتدبير، في الخلق والملك والتدبير، هذا هو توحيد الربوبية. دليل ذلك قوله تعالى:
ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر. وجه الدلالة من الآية أنه قدم فيها الخبر الذي من حقه التأخير، والقاعدة البلاغية تقول إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. ثم تأمل افتتاح هذه الآية بألا الدالة على التنبيه والتوكيد، ألا له الخلق والأمر لا لغيره. الخلق هذا هو، الأمر الذي هو التدبير، الأمر الذي هو التدبير. أما الملك فمثل قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض، فإن هذا يدل على انفراده سبحانه وتعالى بالملك، ولله ملك السماوات والأرض. وجه الدلالة من هذه الآية كما سبق تقديم ما حقه التأخير. إذن فالرب عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير. فإن قلت كيف تجمع بين ما قررت وبين إثبات الخلق لغير الله مثل قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين، ومثل قوله تعالى ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم، ومثل قوله تعالى في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فكيف تجمع بين قولك إن الله منفرد بالخلق وبين هذه النصوص؟ فالجواب أن يقال إن الخلق هو الإيجاد، أما تحويل الشيء من صورة إلى أخرى فإنه ليس بخلق تام، وإن سمي خلقا باعتبار التكوين لكنه في الواقع ليس بخلق تام، لأن الخلق هو الإيجاد. فمثلا هذا النجار صنع من الخشب بابا يقال خلق، لكن مادة هذه الصناعة من الذي خلقها؟ الله عز وجل. لا يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا في القدرة أن يخلقوا عود أراك أبدا، ولا أن يخلقوا ذرة، ولا أن يخلقوا ذبابا. واستمع إلى قول الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، استمعوا له. شوف ربنا عز وجل يقول استمعوا له لهذا المثل العظيم. إن الذين تدعون من دون الله، شوف الذين تدعون اسم موصول يشمل كل ما يدعى من دون الله من بشر وحجر وشجر وملك وغيره، كل اللي يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. طيب وإن انفرد كل واحد بذلك من باب أولى، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. الله أكبر. حتى اللي يدعون من دون الله لو سلبهم الذباب شيئا ما استطاعوا أن يستنقذوه من هذا الذباب الضعيف. لو وقع الذباب على أقوى ملك في الأرض، نعم وقع على رأسه المضمخ بالطيب ومص من هذا الطيب، يستطيع هذا الملك أن يستخرج الطيب من هذا الذباب؟ أبدا. أو وقع على طعامه فامتص منه شيئا يستطيع أن يستخرجه منه؟ أبدا. إذن لمن الملك؟ الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو الخالق، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فتبين الآن أن خلق ما يقال إنه خلق بالنسبة للمخلوقين يعتبر ليس خلقا حقيقيا، لأن غايته أنه تحويل شيء إلى شيء. أما العناصر والمادة فالذي خلقها هو الله عز وجل. أيضا قلت إن الإنسان إن الله منفرد بالملك، منفرد بالملك، ولكن كيف
يجمع بين قول هذا وبين إثبات الملك للمخلوق، مثل قوله تعالى: أو ما ملكتم مفاتحهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الجواب أن الجمع بينهما من وجهين، لأن الجمع يظهر بالفرق. الأول أن ملك الإنسان للشيء ليس عاما شاملا، ليس عاما شاملا، لأنني أنا أملك ما تحت يدي ولا أملك ما تحت يدك، فالملك ليس عاما، أليس كذلك؟ هذا الكتاب اللي عندي لي، لكن الكتاب اللي عندك ليس لي. والكل ملك لمن؟ لله عز وجل. فمن حيث الشمول ملك الله عز وجل أشمل وأوسع، وهو ملك تام. ثانيا أن ملكي لهذا الشيء ليس ملكا حقيقيا أتصرف فيه كما أشاء، وإنما أتصرف فيه كما أمر الشرع، كما أذن المالك الأصلي الحقيقي وهو الله عز وجل. لا أستطيع أن أتصرف فيه كما شئت. لو بعت درهما بدرهمين أملك هذا؟ نعم، لا أملك هذا، ولا يحل لي ذلك. فإذن ملكي لهذا الشيء ملك قاصر حتى ما تحت يدي. كذلك هذا الملك كما لا أتصرف فيه شرعا إلا بإذن من المالك الأول وهو الله عز وجل، أيضا لا أملك فيه شيئا من الناحية القدرية، لأن التصرف لله. هل أستطيع أن أقول لعبدي المريض ابرأ من المرض فيبرأ؟ ها؟ ما يمكن. إذن ما أملك، وإلا كان أملك أنه يبرأ. هل أستطيع أن أقول لعبدي الصحيح الشحيح امرض؟ ها؟ ما أستطيع. لو قلت ما مرض، لكن الله عز وجل لو يقول ابرأ بارئ، لو يقول امرض مرض. إذن لا أملك التصرف المطلق شرعا ولا قدرا، فملكي حينئذ قاصر من حيث التصرف، وقاصر من حيث الشمول والعموم، وحينئذ يتبين لنا كيف كان انفراد الله عز وجل بالملك. واضح؟ طيب، التدبير للإنسان تدبير، للإنسان تدبير، ولكن نقول هذا التدبير قاصر كالوجهين السابقين في الملك. ليس كل شيء أملك التدبير فيه، وإنما أملك تدبير إيش؟ ما كان تحت حيازتي وملكي. وأيضا لا أملك تدبيره إلا على وفق الشرع الذي أباح لي هذا التدبير. وحينئذ يتبين أن قولنا إن الله سبحانه وتعالى منفرد بالخلق والملك والتدبير، أن هذا القول كلية عامة مطلقة لا يستثنى منها شيء، ولا لا؟ لأن كل هذا اللي أوردنا لا يعارض ما يثبت الله عز وجل من ذلك. توحيد الربوبية، قلت إن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يأتوا لتحقيقه، لأنه لا ينكر. حتى فرعون الذي قال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين، إلى آخره، والذي قال لهم: أنا ربكم الأعلى، يعترف بأن الله رب، يعترف بربه. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لكن جحدوا بها ظلما وعلوا، ولهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن فرعون مهو رب، ويعلمون أن هناك ربا سواه. واضح؟ طيب، وقال له فرعون وهو يحاجه:
لقد علمت قص نعم. وقال له موسى وهو يحاج فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. هل أنكر وقال ما علمت؟ لا، ما أنكر ولا قال ما علمت. وأما إنكاره في قوله وما رب العالمين، فلأن قومه عنده وكان يقول هذا تمويها، فهو لم ينكر، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. شوف الكلام، من كان بالله كان قويا بالله، يقول أمام هذا الطاغية الكافر المستكبر يقول وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فرعون ما يقدر أمام هذه الآيات يتكلم إلا بطريق القوة، فأراد أن يستفزه من الأرض فأغرقناه ومعه جميعا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. الحاصل أن توحيد الربوبية ثابت بالعقول والفطر السليمة ولا أحد ينكره. الشيء الذي أخل فيه كثير من الناس وبعثت الرسل لتحقيقه هو توحيد الألوهية. فما هو توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، إفراد الله بالعبادة بأن لا تكون عبدا لغير ربك، لا تعبد نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا أما ولا أبا ولا شيخا ولا عجوزا، لا تعبد إلا الله وحده. هذا هو توحيد الألوهية، فتفرد الله عز وجل وحده بالتأله والتعبد. ولهذا يسمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة، فباعتبار إضافته إلى الله هو توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى العابد هو توحيد عبادة. والعبادة مبنية على أمرين عظيمين هما المحبة والتعظيم. المحبة والتعظيم الناتج عنهما إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فبالمحبة تكون الرغبة وبالتعظيم تكون الرهبة والخوف. ولهذا كانت العبادة أوامر ونواهي. أوامر مبنية على الرغبة وطلب الوصول إلى الآمر، نواهي مبنية على إيش؟ على التعظيم والرهبة من هذا العظيم. فالعبادة في الحقيقة مبنية على هذين الشيئين وهما المحبة والتعظيم. فإذا أحببت الله عز وجل رغبت فيما عنده ورغبت في الوصول إليه وطلبت الطريق الموصل إليه وقمت بطاعته على الوجه الأكمل، وإذا عظمته خفت منه، كلما هممت بمعصية استشعرت عظمة الخالق عز وجل فنفرت. ولقد همت به وهم بها إيش؟ لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فهذه من نعمة الله عليك، إذا هممت بمعصية وجدت الله أمامك فهبت وخفت وتباعدت عن المعصية، لأنك تعبد الله رغبة ورهبة. فما معنى العبادة إذن؟ العبادة تطلق على أمرين، على الفعل والمفعول. تطلق العبادة على الفعل والمفعول. كيف؟ فعل ومفعول؟ نعم، تطلق على الفعل الذي هو التعبد، فيقال عبد الرجل ربه عبادة وتعبدا. وإطلاقها على التعبد من باب إطلاق اسم المصدر على المصدر، فتطلق إذن على الفعل مش بعد وعلى المفعول. ونعرفها باعتبار إطلاقها على الفعل
بأنها التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، تفعل ذلك ذلا له وخضوعا، وكل من ذل لله عز بالله ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. طيب، وتطلق على المفعول أي المتعبد به، المتعبد به، وهي بهذا المعنى تعرف بما عرفه بما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. عرفتم هذا الشيء الذي تعبدنا الله به، توحيد الله به ألا أصرفه لغيره، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الدعاء، النذر، الخشية، التوكل إلى غير ذلك من العبادات، هذه لا يمكن أن أصرفها لغير الله، لأن توحيد العبادة هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، أو توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة. فإن قلت: كيف تقول إن الله تعالى منفرد بالألوهية مع أن الله أثبت ألوهية غيره؟ نعم، وقبل أن أورد هذا الإيراد أقول: ما هو الدليل على أن الله منفرد بالألوهية؟ أدلة كثيرة. نعم، الأدلة قبل قليل أوردنا آيتين: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واستمع أيضا إلى آية ثالثة عظيمة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. الله أكبر، لو ما يجيكم من طلب العلم إلا هذه المنقبة. ما أخبر الله أن أحدا شهد بألوهيته إلا أولو العلم، الله يجعلنا وإياكم منهم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط بالعدل، ثم قرر هذه الشهادة بقوله: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذا دليل واضح على أنه لا إله إلا الله عز وجل، أشهد أن لا إله إلا الله، وأنتم تشهدون أن لا إله إلا الله. هذه الشهادة الحق. إذا قال قائل: كيف تقررونها مع أن الله تعالى يثبت آلهة غير الله، مثل قوله تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، ومثل قوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ومثل قوله: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، ومثل قول إبراهيم: أئفكا آلهة دون الله تريدون، إلى غير ذلك من الآيات. كيف تجمع بين هذا وبين هذا؟ فالجواب أن ألوهيتها ما سوى الله ألوهية باطلة، مجرد تسمية، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. فألوهيتها باطلة هي، وإن عبدت وتأله إليها من ضل فإنها ليست أهلا لأن تعبد وليست أهلا للألوهية، فهي آلهة لأنها معبودة، لكنها آلهة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي الآية الأخرى: وأن ما يدعون من دونه الباطل.
فهذا هو الجواب عما أثبت الله سبحانه وتعالى ألوهيته من في من سواه، أنها ألوهية لكنها باطلة، ولهذا وصفها الله تعالى في آيات أخرى بأنها مجرد أسمى لأنها لا حقائق لها، وإن عبدت فإنها لا تستحق أن تكون معبودة ومألوهة. هذان النوعان من أقسام التوحيد أو من أنواع التوحيد لا يجحدهما ولا ينكرهما أحد من أهل القبلة المنتسبين إلى الإسلام، لا سنيهم ولا بدعيهم، ما أحد ينكرهم، لأن الله تعالى موحد بالربوبية وبالألوهية. لكن نعم حصل فيما بعد أن من الناس من ادعى ألوهية أحد من البشر، كغلاة الرافضة مثلا الذين يقولون إن عليا إله، كما صنع زعيمهم عبد الله بن سبأ حيث جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له أنت الله حقا، أعوذ بالله. لكن عبد الله بن سبأ أصله يهودي، دخل في دين الإسلام بدعوى التشيع لآل البيت ليفسد على أهل الإسلام دينهم، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن هذا كما صنع بولس حين دخل في دين النصارى ليفسد دين النصارى. هذا الرجل عبد الله بن سبأ قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنت الله حقا. علي بن أبي طالب ما يرضى بهذا، لا يرضى علي بن أبي طالب أن أحدا ينزله فوق منزلته، حتى هو رضي الله عنه من إنصافه وعدله وعلمه وخبرته كان يقول على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، يعلن في الخطبة، وقد تواتر النقل عنه بذلك رضي الله عنه. الذي يقول هكذا ويقر بالفضل لأهله من البشر كيف يرضى أن يقول له قائل إنك أنت الله؟ ما رضي. ولهذا عزرهم أبشع تعزير، أمر بالأخاديد فخدت، وش الأخاديد؟ حفر في الأرض مثل السواقي نازلة عميقة، ثم ملئت نارا حطبا ثم أضرمت، ثم أتى بهذا الرجل وأصحابه وقذفهم في النار، أحرقهم في النار، لأن فريتهم عظيمة والعياذ بالله، ما هي بهينة. ويقال إن عبد الله بن سبأ هرب ولم يمسكوه، والله أعلم. المهم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحرق السبائية بالنار لأنهم ادعوا فيه الألوهية. فنقول كل من كان من أهل القبلة لا ينكر هذين النوعين من التوحيد، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وإن كان يوجد في بعض أهل البدع من يؤله أحد من البشر. لكن الذي كثر فيه النزاع والخوض هو القسم الثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته هذا هو الذي كثر فيه الخوض، فانقسم الناس فيه إلى قسمين بل إلى ثلاثة: مكذب ومؤول ومحقق. مكذب ومؤول ومحقق، والصواب أن نقول بدل مؤول محرف، محرف ومحقق. انقسم الناس فيه إلى هذه الأقسام الثلاثة. وأول بدعة ظهرت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج. بدعة الخوارج هي أول بدعة ظهرت في الأمة، لأن زعيمهم خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو الخويصرة
من بني تميم حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة جاءت قسمها بين الناس، فقال له هذا الرجل: يا محمد اعدل، أعوذ بالله اعدل. فكان هذا أول خروج خرج على الشريعة الإسلامية. ثم صارت بدعتهم في عهد الصحابة، خرجوا على عثمان بن أبي على عثمان رضي الله عنه، بل خرجوا لو شئنا لقلنا خرجوا على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى علي، وما زالوا يتوالون. ثم بعد ذلك ظهرت بدعة القدر، بدعة القدرية، مجوس هذه الأمة الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى ما قدر فعل العباد، ما قدرها، وليست تحت، وليست داخلة تحت مشيئته، وليست مخلوقة له. بل كان زعماؤهم وغلاتهم يقولون إنها غير معلومة لله ولا مكتوبة في اللوح المحفوظ، وأن الله لا يعلم بما يصنع الناس إلا إذا وقع ذلك، إذا وقع منهم الشيء علم به. ويقولون الأمر أنف أي مستأنف. وهؤلاء أدركوا آخر عصر الصحابة، فقد أدركوا زمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعبادة بن الصامت وجماعة من الصحابة، لكنه في أواخر العصر، عصر الصحابة. ثم ظهرت بعد ذلك بدعة الإرجاء، الإرجاء، وأدركت زمن كثير من التابعين. وش الإرجاء؟ الإرجاء الذين يقولون إنه لا تضر مع الإيمان معصية. أنت مؤمن؟ نعم. محمد انتبه، أنت مؤمن؟ يقول نعم. يقول لا يضرك المعصية، مع الإيمان لا تضر المعصية. تزني، تسرق، تشرب الخمر، تقتل، ما في شيء، ما دمت مؤمنا فأنت مؤمن كامل الإيمان وإن فعلت كل معصية. هؤلاء خرجوا لمقابلة الخوارج، شوف كيف البدعة تجر إلى بدعة، خرجوا لمقابلة الخوارج. الخوارج ماذا يقولون؟ يقولون الكبيرة تخرج الإنسان من الإيمان، إذا زنى الإنسان فهو كافر يستباح دمه وماله، إذا سرق فهو كافر يستباح دمه وماله. هذا من؟ الخوارج. هؤلاء أرادوا أن يقابلوهم ببدعة، قالوا أبدا، إذا كان مؤمنا بالله ورسوله واليوم الآخر وأصول الإيمان الستة فليعمل ما شاء، كل المعاصي وإن كبرت ما عدا الكفر والشرك فإنها لا تنقص الإيمان فضلا عن تخرج منه، لا تنقص. فالإنسان مؤمن كامل الإيمان. فجاء قوم من الأذكياء، والله أعلم هل هم أذكياء أم لا، هم أذكياء لكن الله أعلم هل هم أذكياء أو لا، قالوا نجمع بين القولين ونقول اللي يفعل الكبيرة ليس بمؤمن كما قال المرجئة، وليس بكافر كما قال الخوارج، بل هو في منزلة بين منزلتين، كرجل سافر من عنيزة إلى الرياض، نعم، فصار في أثناء الطريق، وش نقول له؟ لا في الرياض ولا في عنيزة، بل في منزلة بين منزلتين. هم قالوا هكذا، قالوا لا نقول فاعل الكبيرة في كافر ولا مؤمن كامل الإيمان، في منزلة بين منزلتين. طيب وماذا تصنعون به في الآخرة؟ كان نقول مخلد في النار. يوافقون الخوارج ولا لا؟ يوافقونهم في الآخرة، لكن في الدنيا يخالفونهم. ظهرت هذه البدعة وانتشرت،
ثم جاءت بدعة الظلمة والجهمة، وهي بدعة جهم بن صفوان الجهمية. جاءت هذه البدعة لا تتعلق بمسألة الأسماء والدين، مؤمن ولا كافر ولا فاسق ولا منزلة بين منزلتين، لا تتعلق بذات الخالق. شوف كيف وصلوا، تدرجت البدع المكفهرة في صدر الإسلام حتى وصلوا إلى الخالق جل وعلا، وجعلوا الخالق بمنزلة جثة يشرحونها كما شاءوا، فيقول هذا ثابت لله وهذا غير ثابت، هذا يقبل العقل أن يتصف الله به وهذا لا يقبل العقل أن يتصف به. فجاءت بدعة الجهمية والمعتزلة وهكذا، فانقسموا في أسماء الله وصفاته إلى أقسام متعددة. قسم قالوا لا يجوز أبدا أن نصف الله لا بوجود ولا بعدم، لا نصف الله لا بوجود ولا عدم، لا تقل موجود ولا معدوم. طيب ايش يصير؟ قال لا تقول لا موجود ولا معدوم، قاتلكم الله، أين نذهب؟ قال إن قلت موجود شبهته بالموجودات، صار مثل زيد وعمر الموجودين، وإن قلت معدوم شبهته بالمعدومات، صار مثل الإنسان قبل أن يخلق، فلا مفر. طبعا قولوا لماذا أقول؟ قال قل لا موجود ولا معدوم. نعم طيب، قال لهم شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القضية ممتنعة مستحيلة، يعني مستحيل أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما. لماذا؟ لأن تقابل العدم والوجود تقابل نقيضين، تقابل نقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، سلب وإيجاب لا يمكن أحدهما ولا لا بد أن يكون. فإذا قلتم إنه لا موجود ولا معدوم سلبتم عنه النقيضين وشبهتموه بماذا؟ بالممتنعات المستحيلات. فنحن إن قلنا إنه موجود شبهناه بالموجودات أهون، الموجودات ممكن موجودة، أو بالمعدومات شبهناه بالمعدوم ممكن أيضا، لكن بالشيء لا موجود ولا معدوم ممتنع كل عقول بني آدم تنكر هذا الشيء ولا تقبله. انتبه، هؤلاء قالوا لا نقول لا موجود ولا معدوم. قال جاءوا ناس آخرين قال لا، صفه بالإثبات ولا تصفه بالنفي، صفه بالإثبات ولا تصفه، صفه بالنفي، صفه بالنفي ولا تصفه بالإثبات. يعني أنهم يجوزون أن تسلب عن الله سبحانه وتعالى الصفات لكن لا تثبت، يعني لا تقول هو حي، وش أقول؟ قل ليس بميت، لا تقول حي، لا تقول عليم، وش أقول؟ ليس بجاهل، وهكذا. ليش؟ قال لو أثبتت له شيئا شبهته بالموجودات، لأن الشيء على زعمهم كل الأشياء الموجودة متشابهة، كل الأشياء موجودة متشابهة، فأنت لا تثبت له شيئا، وأما النفي فاملأ الدنيا كلها من النفي، مع أن الموجود في الكتاب والسنة في صفات الله الإثبات أكثر من النفي بكثير. هم يقول لا، املأ السماوات والأرض وما بينهما من النفي فيما تصف الله به، ولكن لا تثبت له صفة واحدة. عرفتم؟ هؤلاء يصفون الله تعالى بالسلوب دون الإثبات. طيب، قيل لهم إن الله قال سميع عن نفسه، سميع بصير إلى آخره، قالوا هذا من باب الإضافات،
يعني نسب إليه السمع لا لأنه متصف به، ولكن لأن له مسموعا مخلوقا يسمع، فهو من باب الإضافات. فسميع يعني ليس له سمع لكن له مسموع. أو طائفة ثانية قالوا هذه الأوصاف لمخلوقاته وليست له، لمخلوقاته وليست له، أما هو لا يثبت له صفة. ثم جاء قوم دون هؤلاء فأثبتوا الأسماء دون الصفات، أثبتوا الأسماء دون الصفات، وهذا أخذ به المعتزلة. أثبتوا أسماء الله، قالوا إن الله سميع بصير قدير عليم حكيم إلى آخره، لكن ليس له صفة أبدا. ما له الصفة أبدا؟ السميع وش معنى السميع؟ ها؟ وش معنى السميع في الأصل يعني في اللغة العربية؟ سميع له سمع. قالوا هم لا، قل سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، مثل ما نقول نحن الآن وزير بلا وزارة. طيب شوفوا العياذ بالله، هؤلاء يدعون أنهم عقلاء، يدعون أنهم عقلاء. طيب هؤلاء أهون من الأولين ولا لا؟ أهون. جاء الطائفة رابعة قالت لا، نثبت له الأسماء حقيقة، ونثبت له صفات معددة معينة دل عليها العقل وننكر الباقي. طيب ماذا تثبتون له؟ قالوا نثبت له سبع صفات فقط. نعم، والباقي ننكره، ننكره تحريفا لا تكذيبا، لأنهم لو أنكروه تكذيبا كفروا، لكن ينكرونه تحريفا، وهو ما يسمى ما يدعون أنه تأويل. طيب الصفات السبع هي مجموعة في قوله له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر. الحياة والكلام والسمع والبصر بعد والعلم والكلام والقدرة، ها؟ الإرادة، الإرادة والقدرة، الإرادة والقدرة سبع صفات، والباقي لا نثبته. نعم، له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر، هاي نثبتها والباقي لا نثبته. ليش؟ قال لأن العقل دل عليه وبقية الصفات ما دل عليه العقل، فنثبت ما دل عليه العقل وننكر ما لم يدل عليه العقل. وهؤلاء الأشاعرة آمنوا بالبعض وأنكروا البعض، آمنوا بالبعض وأنكروا البعض. فهؤلاء هذه أقسام الناس في إنكار الصفات، وكلها متبرعة من بدعة جهم. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. الدرس إن شاء الله بيستمر إلى البدع. جاءت بدعة الحلول والاتحاد وإنكار البعث وما أشبه ذلك، تفرعت من بدعة الجهمية البدع جاءت بدعة الحلول والاتحاد وإنكار البعث وما أشبه ذلك، تفرعت من بدعة الجهمية والمعتزلة، لأنه جاء المتفلسفة الذين دخلوا بالإسلام
وأثرت فيهم فلسفة اليونان، فأخذوا من فلسفة اليونان ما أخذوا وضلوا به عن الطريق وأضلوا كثيرا استنادا إلى بدعة الجهمية والمعتزلة، لأن الجهمية والمعتزلة كلهم يؤولون آيات الصفات وأحاديثها يؤولونها ويقولون، وأنا أعبر بالتأويل بناء على دعواهم، وإلا ففي الحقيقة أنهم يحرفونها، حرفوها وقالوا إنه لا يراد ظاهرها، لا يراد بها ظاهرها، لا يراد بها إثبات الصفات، وإنما يراد بها معاني هم عينوها بعقولهم. فجاء الفلاسفة المتفلسفة أهل الحلول والاتحاد مثل الحلاج وغيره وأنكروا وجود الخالق والبعث والجنة والنار، وقالوا إنما جاءت به الرسل من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هو إلا تخييل لا حقيقة له، تخييل لا حقيقة له. كيف تخييل؟ يعني يصورون للناس أشياء يتخيلونها بعقولهم، أفاضها عليهم العقل الفياض أو ما أشبه ذلك وصوروها للناس، وقالوا إن للناس إن لكم ربا موصوفا بالصفات، وإنكم ستبعثون وتجزون وتدخلون الجنة أو النار، وكل هذا لا حقيقة له، أعوذ بالله، يعني بمنزلة ما تقول الأم لصبيها أسكت وإلا جاءك البعبع، وما في بعبع ولا شيء. هم يقولون هذه الرسل خيلوا للناس ولا حقيقة لذلك. ثم انقسموا في الرسل أيضا، فقال بعضهم إن الرسل لم يعلموا الحقيقة ولا علموا أن ما دعوا إليه ليس بواقع، وأنهم جهال في حقيقة الأمر. وقسم آخر قالوا إن الرسل يعلمون أن ما يدعون إليه ليس بحقيقة، لكنهم أذكياء وعباقرة ودعوا الناس إلى ذلك وأتوا بهذه الأمور، لأنهم يعلمون أن الناس لا تصلح أحوالهم إلا إذا قيل لهم ذلك. لو جاءهم الرسل وقال أعبد الله وارجو اليوم الآخر وما أشبه ذلك ما وافقوا، لكن إذا خوفوا وأنذروا ورغبوا وبشروا فحينئذ إيش تستقيم حاله. فالطائفة الأولى رمت الرسل بماذا؟ بالجهل، والطائفة رمتهم بالكذب والخيانة والعياذ بالله. لكن المهم إن هذه موجودة، هذه الطائفة وهذه الفرقة موجودة، أهل الحلول والاتحاد، ومنهم كثير من النصيرية وغيره يقولون يرون هذا الرأي والعياذ بالله. طيب، المعتزلة قاموا عليهم قالوا يا جماعة اتقوا الله، الرسل جاءت بإثبات هذا الأمر وبضرب الأمثال له وبأنه أمر ممكن وأمر لا بد منه، لا بد من بعث وجزاء وجنة ونار، والنصوص بين أيدينا واضحة. والشبهة التي تقولون إنه لا يمكن أن يكون فاسدة أبطلها القرآن لما قال الخصم المبين من يحيي العظام وهي رميم، قال الله يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالرسل جاءت بإثبات المعاد والجزاء، والشبهة المانعة منه فاسدة، فيلزمكم أن تقولوا بإثباته. وش قال لهم الشياطين هؤلاء الفلاسفة؟ قالوا طيب، الرسل جاءت بإثبات الصفات لله عز وجل، والشبهة التي تمنع من وجود الصفات لله فاسدة،
وش المانع من أن يتصف الله بالعلم والقدرة والحكمة والرحمة وما أشبه ذلك من غير مماثلة؟ وش المانع؟ ما في مانع. فالرسل جاءت بإثبات الصفات والمانع منتفي، ومع ذلك أنتم نفيتم الصفات. كيف تحتجون علينا بشيء أنتم تصنعونه؟ بل الذي أنكرناه نحن تقريره في الكتاب والسنة أقل بكثير من تقرير أسماء الله وصفاته. يعني لو تدبرت القرآن والسنة، أيما أكثر، أن نتحدث الله عن البعث والجزاء والجنة والنار، أو عن أسمائه وصفاته؟ عن أسمائه وصفاته. ما تكاد تجد آية إلا وفيها شيء من أسماء الله وصفاته، بل كل حرف في القرآن فهو من صفات الله، لأنه كلام الله فهو صفته. وكيف أنتم تنقمون منا أن ننكر أمرا تنكرون أنتم ما هو أعظم تحققا منه؟ ولذلك استطال عليهم الفلاسفة أو المتفلسفة في الأصح، استطالوا على المعتزلة، وعجز المعتزلة والجهمية وأتباعهم عن الجواب. لكن جاء أهل السنة والجماعة ومن نور الله بصيرتهم وقالوا نحن نجيبكم، نحن نقول الكل حق على حقيقته ولا نتناقض. وبذلك قامت الحجة على من؟ على الفلاسفة المتفلسفة وعلى المعتزلة والجهمية. فالحاصل أنكم أيها الإخوة لو طالعتم في كتب القوم التي تعتني بجمع أقاويل الناس في هذا الأمر لرأيتم العجب العجاب الذي تقولون كيف يتفوه عاقل فضلا عن مؤمن بمثل هذا الكلام. ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الذي أعمى الله بصيرته كالذي أعمى الله بصره، فكما أن أعمى البصر لو وقف أمام الشمس التي تكسر نور البصر لم يرها، فكذلك من أعمى الله بصيرته لو وقف أمام أنوار الحق ما رآه والعياذ بالله. ولهذا ينبغي لنا دائما أن نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الأمر، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، لأن الأمر خطير، والشيطان يدخل على ابن آدم من كل صوب ومن كل وجه، ويشكك فيه في عقيدته وفي دينه وفي كتاب الله وسنة رسوله. فهذه في الحقيقة البدع التي انتشرت في الأمة الإسلامية. ولكن ولله الحمد ما ابتدع أحد بدعة إلا قيض الله بمنه وكرمه من يبين هذه البدعة ويدحرها بالحق. وهذا من تمام مدلول قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا من حفظ الله لهذا الذكر. وهذا أيضا هو مقتضى حكمة الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، والرسالة لا بد أن تبقى في الأرض، وإلا لكان للناس حجة على الله. وإذا كانت الرسالة لا بد أن تبقى في الأرض لزم أن يقيد الله عز وجل بمقتضى حكمته عند كل بدعة من يبين لها ويكشف عوارها. وهذا ولله الحمد هو الحاصل. ولهذا أنا أقول لكم دائما احرصوا على العلم، لأننا في هذا البلد في مستقبل إذا لم نتسلح بالعلم المبني على الكتاب والسنة فيوشك أن يحل بنا ما حل في غيرنا من البلاد الإسلامية. وهذه البلاد الآن هي التي يعول عليها أعداء الإسلام ويسلطون عليها أضواءهم الكاشفة المكسوفة من أجل أن يضلوا أهلها. فلذلك تسلحوا بالعلم حتى تكونوا على بينة من أمركم في دينكم، وحتى تكونوا مجاهدين
بألسنتكم وأقلامكم لأعداء الله سبحانه وتعالى. الآن من له أسئلة؟ 5 دقائق فقط. نعم فيه. أفراد منهم راحوا بالنسبة لهذه البدع، وكل هذا من أجل أن نحرص على العلم المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهما هما الأصل. وكل هذه البدع كما سمعتم كلها حدثت بعد الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يبحثون بهذه الأمور، لأنهم يتلقون الكتاب والسنة على ظاهرهم وعلى ما تقتضيه الفطرة، والفطرة السليمة سليمة. لكن جاء هؤلاء إما لقلة علمهم أو لقلة فهمهم، قصور فهمهم، أو لسوء قصدهم، فأفسدوا الدنيا كلها بهذه البدع التي أخرجوها. ولكن كما قلنا إن الله سبحانه وتعالى بحكمته وحمده ومنته وفضله ما من بدعة خرجت إلا قيض الله لها من يدحضها ويبينها. من جملة الذين بينوا البدع وقاموا قياما تاما هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأسأل الله لي ولكم أن يجمعنا به في جنة النعيم. هذا الرجل الذي نفع الله به فآتاه من فضله ومن على الأمة بمثله، ألف هذه العقيدة كما قلت إجابة لطلب أحد قضاة واسط الذي شكا إليه ما كان الناس عليه من البدع، وطلب منه أن يؤلف هذه العقيدة فألفها. يقول فيها رحمه الله: الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم. والبداء بالبسملة هي شأن جميع المؤلفين في الإسلام اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن أول ما كتب الصحابة سورة الفاتحة كتبوا فيها بسم الله الرحمن الرحيم استنادا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإعراب البسملة ومعناها سبق لنا، وقلنا إن أصح ما يقال في تقديرها أنها متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب، فعل محذوف متأخر مناسب. فإذا قدمتها يا محمد نور بين يدي الأكل وش التقدير؟ الأكل، ها، بسم الله آكل. تقدمها بين يدي القراءة تقول التقدير بسم الله أقرأ. نقدره فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال للأسماء، ولهذا الأفعال تعمل بلا شرط والأسماء ما تعمل إلا بشرط، لأن العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء. نقدره متأخرا لفائدتين: الأولى الحصر، فإن بسم الله أقرأ بمنزلة لا أقرأ إلا بسم الله. والفائدة الثانية تيمنا بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى. طيب، خاصا لأن الخاص أدل على المقصود من العام، إذ من الممكن أن أقول التقدير بسم الله أبتدئ، لكن بسم الله أبتدئ بأي شيء؟ عام ولا لا؟ أسألكم. عام. لكن بسم الله أقرأ خاص، والخاص أدل على المعنى من العام. أما الله فهو علم على نفس الله عز وجل ولا يسمى به غيره، وهو مشتق على القول الراجح لقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فإن في السماوات متعلق بلفظ الجلالة، يعني وهو المألوه في السماوات وفي الأرض. وأما الرحمن فهو ذو الرحمة الواسعة، لأن فعلان في اللغة العربية تدل على السعة والامتلاء، كما يقال رجل غضبان إذا امتلأ غضبا كصاحب التيس،
الذي سأل الآن. نعم. وكذلك أيضا نقول الرحيم صفة اسم يدل على الفعل لأنه فعيل بمعنى فاعل، فهو دال على الفعل. فيجتمع من الرحمن الرحيم أن صفة أن رحمة الله تعالى واسعة وتؤخذ منين؟ من الرحمن، وأنها واصلة إلى الخلق ثابتة من الرحيم. وهذا هو ما رمى إليه بعضهم بقوله الرحمن رحمة عامة والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، ولكن ما ذكرناه أولى. الرحمن يدل على سعة الرحمة، والرحيم يدل على وصولها إلى المرحوم. لكن لما كانت رحمة الله للكافر رحمة خاصة في الدنيا فقط أو قاصرة على الدنيا فكأنها لا رحمة، لأنه في الآخرة يقول الله تعالى إذا سألوا الله أن يخرجهم من النار وتوسلوا إلى الله تعالى بفعلهم واعترافهم على أنفسهم ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، تدركهم الرحمة؟ لا، يدركهم العدل، فيقول الله عز وجل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. أعوذ بالله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الله تعالى يحمد على كماله عز وجل وعلى إنعامه، على كماله وعلى إنعامه. فنحن نحمد الله عز وجل لأنه كامل الصفات من كل وجه، ونحمده أيضا لأنه كامل الإنعام والإحسان. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأكبر نعمة أنعم الله بها على الخلق إرسال الرسل الذي به هداية الخلق. ولهذا المؤلف يقول الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والمراد بالرسول هنا الجنس، فإن جميع الرسل أرسلوا بالهدى ودين الحق، ولكن الذي أرسل بدين الحق الكامل من كل وجه هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ختم الله به الأنبياء وتم به البناء، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالنسبة للرسل برجل بنى قصرا وشيء وأتمه إلا موضع لبنة، فكان الناس يأتون إلى هذا القصر ويتعجبون منه إلا موضع هذه اللبنة. يقول فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. وقوله بالهدى ألبى هنا للمصاحبة، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، لأن الدين هو العمل أو الجزاء على العمل، وكل عمل سوى الإسلام فهو باطل، والإسلام هو دين الحق. قال ليظهره على الدين كله، اللام هنا للتعليل، ومعنى يظهره يعني يعليه، لأن الظهور يا بخاري الظهور بمعنى العلو، ومنه ظهر الدابة، نعم، بمعنى أعلاها، ومنه ظهر الأرض سطحها، كما قال تعالى ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ليظهره أي يعليه على الدين كله. يظهره ألها في يظهره، هل هو عائد على الرسول ولا على الدين؟ يعني على دين الحق ولا على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إن كان على دين الحق فكل من قاتل لدين الحق سيكون هو العالي، كل من قاتل لهذا الدين سيكون هو العالي، لأن الله يقول ليظهره، يظهر هذا الدين على الدين كله. طيب وعلى ما لا دين له؟ لأن في ناس ما عندهم دين،
يظهر عليهم ولا لا؟ من باب أولى، لأن من لا يدين أخبث ممن يدين بباطل. نعم. فإذن كل الأديان والتي يزعم أهلها أنهم على حق سيكون دين الإسلام عليها ظاهرا. طيب، وإن قلنا إنه عائد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنما يظهر الله رسوله لأن معه دين الحق، لأن معه دين الحق. وعلى كلا التقديرين فإن من تمسك بهذا الدين الحق فهو الظاهر العالي، ومن ابتغى العزة بغيره فقد ابتغى الذل، أليس كذلك؟ لأنه لا يمكن لا ظهور ولا عزة ولا كرامة إلا بالدين. ولهذا أنا أدعوكم معشر الإخوة إلى التمسك بدين الله ظاهرا وباطنا في العبادة والسلوك والأخلاق وفي الدعوة إليه، حتى تقوم الأمة وتستقيم، حتى تقوم الملة وتستقيم الأمة. قال ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. كفى بالله، يقول المعربون إن الباء هنا زائدة لتحسين اللفظ، تحسين اللفظ والمبالغة في الكفاية. وكفى بالله، وأن أصلها وكفى الله، وشهيدا تمييز محول عن الفاعل، لأن أصلها وكفت شهادة الله. معنى هذا، والمؤلف جاء بالآية، يعني لو قال قائل ما مناسبة كفى بالله شهيدا لقوله ليظهره على الدين كله؟ المناسبة ظاهرة، لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء يدعو الناس ويقول من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، ويقول من أطاعني سالمته ومن عصاني حاربته، ويحارب الناس بهذا الدين ويستبيح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم، وهو في ذلك منصور مؤزر غالب غير مغلوب. فهذا التمكين له في الأرض، تمكين الله لرسوله في الأرض، شهادة من الله فعلية ولا قولية؟ شهادة فعلية بأنه صادق وأن دينه حق. لأن كل من افترى على الله كذبا، كل من افترى على الله كذبا فماله الخذلان والزوال والعدم. وانظر الذين ادعوا النبوة ماذا كان مآلهم؟ النسوا وأهلكوا. مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وغيرهما ممن ادعوا النبوة كلهم تلاشوا وبان بطلان قولهم وحرموا الصواب والسداد. لكن هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على العكس، دعوته إلى الآن والحمد لله باقية، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليها، دعوته إلى الآن باقية وإلى أن تقوم الساعة ثابتة راسخة. نعم، يستباح بدعوته إلى اليوم دماء من ناوأها من الكفار وأموالهم ونساؤهم وذريتهم. هذه الشهادة فعلية ولا لا؟ فعلية، ما أخذه الله ولا فضحه ولا كذبه. ولهذا جاءت بعد قوله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد بمعنى أقر بقلبي ناطقا بلساني، لأن الشهادة أيها الإخوة نطق وإخبار عما في القلب. أنت عند القاضي تشهد بحق فلان على فلان، تشهد بالقلب ولا باللسان المعبر عما في القلب؟ باللسان المعبر عما في القلب. إذن أشهد أقر بقلبي ناطقا بلساني،
واختيرت الشهادة دون الإقرار، لأن الشهادة أصلها من شهود الشيء أي حضوره ورؤيته، فكأن هذا المخبر عما في قلبه الناطق بلسانه كأنه يشاهد الأمر بعينه بأن لا إله إلا الله، وسبق تفسير معناها وحده لا شريك له. وحده هذه من حيث المعنى توكيد للإثبات ولا للنفي؟ للإثبات. لا شريك له توكيد للنفي. إقرارا به وتوحيدا. إقرارا هذه مصدر، وإن شئت فقل إنه مفعول مطلق لأنه مصدر معنوي لقوله أشهد. أشهد أهل النحو يقولون إذا كان المصدر بمعنى الفعل دون حروفه فهو مصدر معنوي، إذا كان بمعناه وحروفه فهو مصدر لفظي. فقمت قياما لفظي، وقمت وقوفا معنوي، جلست جلوسا، جلست قعودا معنوي، شهدت إقرارا معنوي. فقول المؤلف إقرارا هذه مفعول مطلق لأشهد وهي مصدر معنوي. قال وتوحيدا، توحيدا هذه مصدر مؤكد لقوله لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أشهد أن محمد، نقول في أشهد ما قلنا في أشهد الأولى، ومحمد هو ابن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي الذي هو من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم أشرف الناس نسبا عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم هو عبد الله ورسوله، وهو أعبد الناس لله وأشدهم تحقيقا لعبادته. كان عليه الصلاة والسلام يقوم في الليل حتى تتورم قدماه، ويقال له كيف تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. أفلا أكون عبدا شكورا، لأن الله تعالى أثنى على العبد الشكور حين قال عن نوح إنه كان عبدا شكورا، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصل إلى هذه الغاية وأن يعبد الله تعالى حق عبادته. ولهذا هو أتقى الناس وأخشى الناس لله وأشدهم رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، فهو عبد. ومقتضى عبوديته أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، وليس له حق في الربوبية إطلاقا، بل هو عبد محتاج إلى الله مفتقر له، يسأله ويدعوه ويرجوه ويخافه. نعم، بل إن الله أمره أن يعلن وأمره أن يبلغ بلاغا خاصا بأنه لا يملك شيئا من هذه الأمور، فقال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وأمره أن يعلن فيقول قل لا أملك لنفسي، يقول لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع، شف تحقيق العبودية، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وأمره أن يعلن فيقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، كما لا يملك ذلك لنفسه. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا، إلا هذه منقطعة، استثناء منقطع، يعني لكن أبلغ بلاغا من الله ورسالاته. الحاصل
إن عبد أن محمد صلوات الله وسلامه عليه عبد، ومقتضى هذه العبودية أنه لا حق له في شيء من شؤون الربوبية إطلاقا. وإذا كان محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بهذه المثابة، فما بالك بمن دونه من عباد الله؟ هل يملكون لأنفسهم نفعا وضرا أو لغيرهم؟ أبدا. ولهذا يتبين سفه أولئك القوم الذين يدعون سفه أولئك القوم الذين يدعون من يدعونهم أولياء من دون الله عز وجل. وقوله ورسوله أن محمدا عبده ورسوله، هذا أيضا وصف لا يكون لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم النبيين. فهو رسول الله الذي بلغ مكانا لم يبلغه أحد من البشر، بل ولا من الملائكة فيما نعلم، اللهم إلا حملة العرش، وصل إلى ما فوق السماء السابعة، وصل إلى موضع سمع فيه صريف أقلام القضاء الذي يقضي به الله عز وجل في خلقه، وما وصل أحد إلى هذا المستوى. وكلمه الله عز وجل بدون واسطة، وأرسله إلى الخلق، وأيده بالآيات العظيمة التي لم تكن لأحد من البشر أو الرسل قبله، وهو هذا القرآن العظيم. فإن هذا القرآن لا نظير له في آيات الأنبياء السابقين أبدا. ولهذا قال الله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه؟ هذا يكفي عن كل شيء، ولكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما المعرض فسيقول كما قال من سبقه: هذا أساطير الأولين. الحاصل أن محمد رسول الله خاتم النبيين، ختم الله به النبوة والرسالة أيضا، لأنه إذا انتفت النبوة وهي أعم من الرسالة، انتفت الرسالة التي هي أخص، لأن انتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأخص. طيب، فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه ما معناها يا بخاري؟ وش معنى صلى الله عليه؟ أنت ما أنت بتقول اللهم صلي على محمد، وش معنى؟ صح، اللهم صل عليه يعني صل عليه، لكن وش معنى صل عليه؟ أحسن ما قيل فيها ما قاله أبو العالي رحمه الله، قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وأما من فسر صلاة الله عليه بالرحمة فقوله ضعيف، لأن الرحمة تكون لكل أحد، ولهذا أجمع العلماء على أنك يجوز أن تقول فلان رحمه الله، واختلفوا هل يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه، وهذا يدل على أن الرحمة الصلاة غير الرحمة. وأيضا فقد قال الله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغايرة. إذن فالصلاة أخص من الرحمة، فصلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وكذلك قوله وعلى آله. من آله؟ آله أتباعه على دينه، آله أتباعه على دينه. هذا إذا ذكرت الآل وحدها أو مع الصحب فإنها أتباعه على دينه منذ بعث إلى يوم القيامة، ويدل على أن الآل بمعنى الأتباع على الدين قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا
آل فرعون أشد العذاب. فأتباعه على دينه هم الآل. أما إذا قرنت بالأتباع فقيل آل وأتباعه، فالآل هم المؤمنون من آل البيت، من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما ذكر الأتباع، قال آله وصحبه، فنقول آله هم أتباعه على دينه، صحبه كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وعطف الصحب هنا على الآل من باب عطف الخاص على العام، لأن الصحبة أخص من مطلق الاتباع. وسلم تسليما مزيدا، سلم فيها السلامة من الآفات، وفي الصلاة حصول الخيرات، فجمع المؤلف في هذه الصيغة بين سؤال الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنبيه الخيرات وأخصها الثناء عليه في الملأ الأعلى، وأن يزيل عنه الآفات وكذلك من اتبعه. وقوله مزيدا بمعنى زائد أو زيادة، والمراد تسليما زائدا على الصلاة، فيكون منقبة أخرى أو دعاء آخر بعد السلام. والله موفق. نحن أطلنا في الشرح في الواقع، ولن تكون إطالتنا في المستقبل إن شاء الله كهذه، لأن لو مشينا على هذا ما تخلص.